السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح عن شابتر 4. يتكلم عن إيش؟ عن الخلية وعن السيل ستراكشر and its function. كيف شكل الخلية وإيش وظيفتها؟ تمام؟ طيب cellular level of organization. نبي نشوف المستوى الخلوي حق الخلية تنظيمها كيف، أو كيف النظام حق الخلية. أول شيء في نظرية الخلية. إيش تقول نظرية الخلية؟ واحد، إنه الأورجانيزمز آر كومبوزد أوف سيلز، إنه المخلوق الحي مكون من خلايا. تمام؟ يقال إنه 30 مليار خلية في الإنسان الواحد. طبعا الخلايا أنواع وأشكال، خلية عضلية، خلية عصبية، خلية كله أصلا هو بدأ من خلية. إيش هي الخلية؟ السبرم، الحيوان المنوي تعتبر خلية، وعندنا اللي هي الإيج، الأوفوم اللي هي البويضة. تمام؟ هذه كلها خلايا تكونت وسوت إنسان، كبر وضعفت الخلايا طبعا. طيب ثاني حاجة يقول إنه cells are the basic units of structure and function in organisms. الخلايا هي حاجة أو وحدات أساسية لشكل الإنسان أو شكل المخلوق الحي ووظائفه. تمام؟ اللي سوى شكل المخلوق الحي الخلايا، لولاها ما صار هو إنسان أو ما صار هو مخلوق حي أو نبات صار أو أي حاجة. لولا الخلايا ما في وظيفة. مثلا عندنا الخلية العصبية تعتبر خلية وظيفية أكثر من إنها خلية شكلية، لأن هي ما حتسوي شكل الإنسان، هي حتسوي وظيفة إنه هو يستجيب لحاجة، لما ينضرب أو لما يفرح يستجيب للفرح ويضحك، فهي خلية وظيفية اللي هي الخلية العصبية. خلية شكلية مثلا زي الخلية العضلية أو الخلية العظمية. تمام؟ تعتبر شكل. ثالث حاجة يقول إنه cells come only from pre-existing cells because cells are reproducing. الخلايا ما تجي إلا من خلية قبلها. تمام؟ ليه؟ because cells are reproducing، لأنه cells هي تتكاثر تتضاعف، هي ما تتواجد فجأة. أوكي، من يوم ما بدأ الخلق أكيد إنه في خلايا، أكيد إنه في خلية ربنا خلقها وكمل المشوار وكملت المشوار. تمام؟ لكن خلاص الحياة ما بعدها ما في خلية جات كذا فجأة إلا من خلية قبلها. تمام؟ حتى الفيروسات، حتى هذه الأشياء، الفيروسات طبعا هي مو خلايا، أوكي، هي ما تعتبر أشياء حية ولكن لها طريقتها. البكتيريا عندها تضاعفات، تصير أقوى، تصير مدري، تتكيف، لكن ما في خلية جديدة البكتيريا وجدت فجأة، ممكن تكون موجودة بس احنا ما اكتشفناها. اوكي؟ تمام. فالخلايا تجي دائما من خلية قبلها. طبعا هذه الثلاثة جدا مهمة، لان هي النظرية حقت الخلية، هي اللي حيمشي عليها قوانين كبيرة في الحياة، مبادئ أو أشياء حيوية. نتكلم لما نيجي نتكلم نرجع السيل ثيوري، نظرية الخلية. طيب سيل شيب، خلينا نشوف شكل السيل، شكل الخلية. cells are quite small، أكيد إنه الخلايا حاجة مرة صغيرة، quite small. mostly less than 1 millimeter، أقل من 1 millimeter، أقل.
some are even as small as 1 micrometer. 1 micrometer تعتبر اللي هي زي مين نقول أشياء مرة ما تتشاف، مرة صغيرة. تمام، خلايا صغيرة تكون. المايكروميتر هذه وحدة يقاس فيها اللي هي البكتيريا ودي الأشياء. تمام، فعندنا يقول هنا outlines the، طبعاً figure 4.1 outlines the visual range of the eye light microscope and electron microscope. يوضح لنا ال visual range of the eye اللي هو كيف العين تشوف مع كيف ال light microscope مع ال electron microscope. طبعاً هذه بسيطة، ال light microscope يتكبر تقريباً، نقول نكبرها كم؟ نكبرها 40. اوكي، نكبرها زي كذا، يعني تكبير 40 مرة للشيء. الالكترون مايكروسكوب لا، الالكترون مايكروسكوب اكبر، ممكن توصل 1000 او اكثر، ممكن، فاهمين؟ الالكترون مايكروسكوب يتقاس فيه الفيروسات لانها حاجة مرة صغيرة، ويتقاس فيه ايش كمان يتقاس فيه؟ يتقاس فيه العضيات الأورجانيلز اللي جوة الخلية، لأن نتكلم عن جوة الخلية معناته في شيء مرة صغير تايني. طيب نيجي للصورة، البلو ويل إحنا قلنا إنه هو أكبر حاجة، the biggest animal or biggest organism. طيب الأدلت هيومن 1 متر، طبعا هذا 1 متر نقول واحد عمره 15 أو 14، أو بنت عمرها 14. طيب لا والله 14 لا، نقول واحد أحد عمره 8 سنين. تمام، الروز ممكن تكون يعني 10 سنتيمتر، تكون روز صغيرة. بعدين بدينا أقل من المتر، مين نشوف؟ الأوستريش إيج، ماني متأكد من الأوستريش بس هو حيوان. بعدها نصغر الماوس، بعد الآن تلقى يتقال بالسنتيمتر، فهمتوا علي؟ فهذا كله إلين هنا، إلين بيضة الضفدع نقدر نشوفه بعيوننا، بعده ما نقدر. يعني الهيومن إيج والبلانت أنيمال سيلز الخلايا والبكتيريا والكلوروبلاست، كلوروبلاست يعتبر كبير فنقدر نشوفه بالمجهر الضوئي. مجهر الالكتروني لا، نشوف فيه زي ما قلت لكم فيروسات، البروتينات، الامينو اسيد، الاتوم، هذه اشياء مره تايني يحتاج لها دبل تضاعف، دبل مجهر او دبل تكبير. تمام، طيب سيل شيب، واي ار سيلز سو سمول؟ ليه؟ لانه هذه هي الاجابه. Small cells are likely to have an adequate surface area for exchanging waste of nutrients. احنا نحتاجه عشان احنا نبغى الأغذية تنتقل من شيء لشيء، او nutrients تنتقل. تمام، هذه هي الإجابة. For example، جانا example، cutting a large cube into smaller cubes provides lot more surface area per volume. تمام، كل ما صغرت كل ما استفدنا اكثر، كل ما كان الشيء صغير كل ما احنا استفدنا للتضاعف اكثر، فالتضاعف يسوي لنا حاجه كبيره، بدل ما نجيب شيء كبير وصعب علينا انه هو يتضاعف. قارئ وهذا شرح لذا الكلام. Cutting a large cube into smaller cubes provide lot more. لو احنا خلينا اللارج كيوب وسوينا منه ما حيخلينا more surface area. طيب the calculations show that 4 centimeter cube has a surface area to volume ratio of only whereas 1 centimeter has ratio. انا ما اعرف، انا I'm not a يعني انا بيولوجيست صراحه او مايكروبيولوجيست، ف
الماث مو صديقي الصراحة. أي رقم جنب بعض أنا أتوتر. زمان كنا بس خلاص دحين. طيب نجي لإيش؟ لبروكارياتيك. بروكارياتيك سيلز. الله إيش يعني بروكارياتيك سيلز؟ سيلز عرفناها خلية. طيب البروكارياتيك، بروكارياتيك means بدائية النواة، يعني الخلية بدائية النواة. تمام، احنا نعرف مين بداية النواة، قلنا اللي هي الاركيا واللي هي بكتيريا. تمام، هذه امثلتها. Fundamentally two different types of cell exist. احنا ما عندنا غير نوعين للخلية، بدائية نواة اللي هي هذه، وحقيقية اللي هي eukaryotic cells. هي موجودة هنا، أنا ما أدري ليش أكتبها وهي موجودة. طيب prokaryotic cells are so named، تمام، because they lack a membrane. ليش سموه زي كذا؟ لأنه هو ما عنده membrane، bounded للنيوكليس، bound للنيوكليس، فعشان كده سموه prokaryotic. They present in great numbers in the air and soil and live in and on other organisms. البروكاريوتيك سيلز عشانها مرة صغيرة فهي تتواجد بكثرة مرة كثير، بgreat numbers، huge number، حتى فوق الhuge. فين؟ في الاير طبعا، طبعا في الجو، طبعا في التراب، طبعا طبعا ممكن تعيش على اجزاء يديننا. طبعا تعرفوا اكيد انه احنا مكونين من خلايا، والخلايا بينها بكتيريا، ما تكون بكتيريا نافعة او بكتيريا ضارة. فتسمعوا دائما يقول لكم لا تغسلوا يدينكم مرة عشان تخلوا البكتيريا النافعة، لا تصيروا مهووسين بالنظافة. البكتيريا النافعة تسوي لنا زي ترطيب، تسوي لنا مناعة، تسوي لنا تخلينا نكتشف مدري ايه، يعني هذا يعني هي مفيدة بكتيريا النافعة. فهي ممكن تعيش علينا وممكن تعيش جوانا، اون علينا وممكن تكون جواتنا سواء ضارة او نافعة. جواتنا طبعا مليان بكتيريا، مليان في بكتيريا عندنا تكون مثلا في الجهاز الهضمي، لو راحت جهاز ثاني في الامعاء، يعني تكون في الامعاء مثلا، لو راحت جوا مثلا في الستومك او العكس حتسبب لنا مرض، متخيلين؟ لو كانت في بكتيريا خارجية ودخلت جوا للبطن احتمال انها تسبب لنا مرض. فمتخيلين قديش في التعقيد في هرجة الخلايا ومدري ايش والبكتيريا ومدري شو. هذا يوضح لك انه مرة في اعداد مهولة، دام في برا وفي جوا وفي مدري ايه في كل مكان، فمعناته البكتيريا او البروكاريوتيك سيلز great in a great numbers، في الجو علينا فوقنا اللي هو. طبعا احنا نتكلم دائما بشكل انسان عشان هو اقرب لنا، الامثلة تكون اسهل وابسط لمخوخنا، الله يحفظنا. لكن في امثلة طبعا كثيرة ثانية، طبعا عندنا احنا انواع كثير من الحيوانات. القمل، خلينا اوكي رجعنا الانسان، لا مثلا البراغيث اوكي هذه حيوانات، تمام، في بكتيريا تعيش على البساس، الفطريات تعيش على مين؟ على الكلاب، على المدري ايه، على القطط، على كل شيء. طبعا عندنا برضو بروكاريوتيك، احنا نبغى بكتيريا. اوكي بكتيريا، في بكتيريا تعيش على البساس، في بكتيريا تعيش حتى على تفاح، ما تاكل الا التفاح هذه البكتيريا، تخيلوا، وما تيجي علينا، تيجي على التفاح، ما تبغانا، تبغى تفاح، هي كذا مخها ضارب تفاح. فاهمين اقصد؟ الله يوفقكم ان شاء الله. احس اني قاعده اتكلم يعني مع جماعه ونفس الوقت اتكلم مع نفسي، بس يعني الله يكتب الاجر. طيب eukaryotic cell
خلصنا البروكاريوتيك، دحين في اليوكاريوتيك. اليوكاريوتيك سيل حقيقية النواة اللي هي إحنا والحيوان والنبات والبروتست الأوليات والفطريات. سيل with a nucleus، بس simple as that. الخلية هذه عندها إيش؟ عندها نوكليوس. أما اللي فوق ما عندها ممبرين يحيط بالنوكليوس. هي طبعاً عندها مو نوكليوس، عندها نيكولاي، حاجة زي كده البروكاريوتيك. طيب يقولك based on DNA and RNA based sequence، اعتماداً على الDNA واعتماداً على الRNA هذه القواعد السلاسل، إحنا عرفنا البروكاريوتيك وعرفنا اليوكاريوتيك، تمام؟ لكن نيجي دحين للبروكاريوتيك. بناء على الدي ان اي والار ان اي عرفنا انه في بكتيريا وفي اركيا. ليه؟ لان البكتيريا لها دي ان اي سيكونس معينه، سلسله كذا واضحه نعرفها. لها اركيا عندها دي ان اي مختلف، ار ان اي، تمام؟ بكتيريا ار ويل نون because they cause some serious disease. بكتيريا معروفة، ليه؟ لأن إحنا نعرف إنه هي تسوي أمراض مرة خطيرة such as إيش؟ tuberculosis، تمام؟ and decomposed remains of dead organisms. كمان في بكتيريا إيش تسوي؟ بremains اللي هي بتأكل dead organisms. فلما تأكل dead organisms تنقينا منها، تمام؟ اوكي هي تطلع بس على الاقل تاكل هذه الديد. And hence كمان حاجة contribute the ecological cycles. كمان البكتيريا ايش بتسوي لنا؟ بتسوي لنا عندنا حاجة اللي هي الايكولوجيكال سايكلز. ايش هي؟ زي دورة المياه، تمام؟ الموية تكون ايش دورة المياه؟ البيئية. ايش هي؟ انه في موية في البحر، بعدين يصير مدري ايش هو، ويكون في غيمة، والغيمة عرفتوها، والغيمة تجمع المياه، يصير تبخر مدري ايه، فيصير في غيمة تتكون موية، بعدين ينزل المطر وهكذا، والمطر يصير موية في البحر وهكذا. هذه صارت دورة. عندنا كمان في دورة اللي هو الكبريت، عندنا دورة كمان للنيتروجين، عندنا دورة كمان لنيتروجين، عندنا طبعا الكربون، كربون اهم حاجة، دورة المدري، هذه كلها سايكلز. فالبكتيريا بتساعدنا انه هذه السايكلز تمشي، تمام؟ اذا البكتيريا تسوي لنا امراض وتاكل الاشياء الميتة و تضبط لنا الدورات الحياة حقتنا، الدورات البيئية حقتنا. Bacteria are also assist humans in manufacturing all sorts of products from industrial chemicals to food stuffs and drugs. تمام؟ example عليه human insulin. البكتيريا كمان بتساعد الإنسان، بتساعدنا في إيش؟ في تصنيع manufacturing، يعني تصنيع all sorts of products، في تصنيع أغلب المنتجات. أنا مو أقول لكم أغلب، أقول لكم 98% من المنتجات فيها بكتيريا، بكتيريا كويسة مو ضارة، تمام؟ من المصانع الكيميائية ألين الأكل food stuffs، وكمان اللي هي طبعا الأدوية. الأدوية أغلبها مكونة من بكتيريا أو فطريات أو اللي هو عموما في بكتيريا. زي مين؟ زي الانسولين، هيومن انسولين. طيب اوكي طيب، هذه البروكاريوتيك سيل اللي تحت، هذه اركيا، لا معلش، هذه كلها بروكاريوتيك سيل. فعندنا هذا شكلها، طبعا مهم هذه فلاجيلم اللي هي فلاجيلا، فلاجيلا اذا كانت كثير، فلاجيلا واحده، تمام؟ الرايبوزومز الصغيره هذه، السيل وول هذه، البلازما ممبرين،
الدي ان اي طبعا كذا سلسله ملتفه على بعض، النكلير اريا هذه طبعا ما عندها نواه ما في، فعرفنا انها بكتيريا او بروكارياتك. الفيمبري زي الشعيرات زي السيليا تعتبر، بس لا فيمبري. والكابسل، طيب the structure of prokaryotic، كيف شكل البروكاريتس؟ بروكاريتس quite small، صغيرة. السايز حقها يتقاس زي ما قلت لكم بالمايكروميتر، من 1.1 to 1.5 مايكروميتر وايد، and ممكن يكون طولها هذا العرض، الطول ممكن يكون يوصل لاثنين عموما كده ولا كده، هي مرة صغيرة. وإيش إيش القياس حق البروكاريتيك؟ المايكروميتر. The three common shapes are، إيش أشكال حقة البروكاريتيك؟ الرود شيبد، spherical shape، والسبيرليوم شيب. خلينا نجيها في الصورة أحسن. طيب عندنا أول شيء اللي هو الرود شيب، الرود شيب اللي هي البسيلس تيجيكم زي كذا، تمام؟ هذه رود زي العصاية، تمام؟ ممكن تكون في بيرز، يعني تكون اثنين جنب بعض، أو تكون في سلسلة طويلة، أو ممكن تكون لحالها مو مشكلة. هذه أشكالها، ممكن لحالها، ممكن مع اثنين، ممكن سلسلة طويلة. طيب spherical shape اللي هي spherical shape يعني دائرية، اللي اسمها كوكس، ممكن تكون لحالها، ممكن تكون زوج بير، ممكن تكون طويلة. طبعا بعضها ممكن تصير twisted into spirals. ايش يعني spirals؟ يعني ممكن تكون كذا حاجة يعني كبيرة طويلة. زي هذه. حلو؟ طيب spirium long rod تعتبر عصا طويلة. هذه spirium تكون طويلة، عصا بس طويلة، تكون ثقيلة rigid or spiral sheet if it is flexible. spirium إذا كانت ثقيلة تكون طويلة خفيفة زي كذا، إذا كانت مرنة فليكسبل تكون زي كذا، ويسموها ايش؟ يسموها سبايرو شيت. اما اللي فوق يسموها سبيريليوم، موجودة هنا في الصور بس عشان الايماجينيشن يزيد لما احنا نرسم. هذه سبايرو شيت تعتبر ايش؟ مرنة. سبيريليوم تعتبر ريجيد او ريجيد. سيل انفلوب، دحين نجي للسيل انفلوب اللي هو غلاف الخلية. غلاف الخلية حق البروكاريتيك مكون من بلازما ممبرين. البلازما ممبرين هذه مكونة من فوسفوليبيد. طيب احنا قلنا اول في المقارن في الجدول في التيبل انه فوسفوليبيد باي لاير. فوسفو يعني في فسفور وفي ليبيد. ليبيد هذا زي الشمع تقريبا، زي الشمع، زي البروتين. باي لاير، ايش يعني باي لاير؟ يعني طبقتين. باي يعني اثنين، لاير يعني طبق. With embedded proteins with important function of regulating the entrance and exit of substance into or out of the cytoplasm. البلازما ممبرين قلنا مكون من فوسفوليبيد فوسفوليبيد باي لاير. معاه ايش؟ معاه كمان حاجة بروتينية، تمام؟
البروتينية هذه تساعدنا في إيش؟ تساعدنا في مهمتين. المهمة الأولى إنه هي regulating، تنظم دخول وخروج المواد إما جوة السيتوبلازم أو خارج السيتوبلازم. طب إيش هو السيتوبلازم؟ السيتوبلازم هذه زي المادة تسبح ما بين عضيات الخلية، تمام؟ هذا السيتوبلازم. طيب إيش السيل وول؟ إحنا عرفنا البلازما ميمبرين. طيب السيل وول، السيل وول شيء ثقيل، أكثر ثقيل. السيل وول هو مهمته إنه يسوي شكل الخلية، عشانه سيل وول إحنا نقول جدار. وول يعني جدار، تخيلوها جدار. فلما إحنا نقول جدار معناته إحنا نسوي مرة شكل كبير، فاهمين؟ فمعناته إنه إحنا حنسوي الشكل، حنظبط الشكل to maintain cells shape، عشان نعرف نسوي شكل الخلية كيف جاي. هذه وظيفة السيل وول. A plant cell، الحين قاعد يقول لنا example، إنه مو example، إنه السيل وول جدار الخلية حق النبات plant مكون من إيش؟ من سيليلوز، سكر معين هذا. طيب سكر سيليلوز حق النبات، وايل البيبتيدو جلايكان هو حق البكتيريا او البروكاريوتيك اللي هو البكتيريا، تمام. بيبتيدو جلايكان هذا مكون من ايش؟ مكون من امينو ومن دايسكرايد. دايسكرايد هذا سكر برضه، اند بيبتايد فراجمنتس. بيبتايد حاجه صغيره كده تايني. طيب ايش هو الجلايكو كاليكس؟ الجلايكو كاليكس اللاير اوف بوليساكرايدز، طبقه من البوليساكرايدز من سكر متعدد. ايش يسوي؟ لينج اوتسايد ذا سيل، موجود حول الخليه او فوق السيل وول، فوق جدار الخلية. sometimes called a capsule، يعني جلايكوليسيس خلاص مو sometimes، احنا نقول له كابسل خلاص نحفظ كابسل. it aids against drying out and helps bacteria resist a host immune system. طيب ايش فايدة الكابسل هذه؟ ايش وظيفته؟ انه هو يشتغل عكس اي شيء drying out، اي شيء جاف من برا جاي، ويساعد البكتيريا تقاوم مناعة الإنسان أو مناعة العائل، فاهمين؟ يعني إحنا عندنا بكتيريا هنا، تمام؟ ما شاء الله قاعدة تمشي تمشي تمشي، شافت إنسان، تمام؟ قالت أوه خليني أجي عليه، جات على يده كذا، وعشان تثبت على اليد ايش سوت؟ الكابسول حقتها مسكت. الانسان هنا قاعد يقاوم، قاعد يحاول يقاوم بمناعته، صح؟ عشان يطردها. تقول لا انا ما ابغى انطرد، انا عندي كابسول مرة قوية اقدر اسيطر. فهمتوا دحين ايش وظيفة الكابسول؟ والكابسل كمان attach almost to any surface، يعني بالعقل انه اكيد انه اي كابسل كذا فوق يمسك في اي جسد ثاني او عائل ثاني، سواء انسان او اي حاجة ثانية. يعني الكابسل وظيفته كثيرة، 1 2 3 4 against drying out، عكس ضد الجفاف اللي يجي من برا، يعني يسوي ترطيب شوية. helps bacteria resist host، يسوي مناعة، معلش 3 مو 4، يسوي مناعة، يقاوم مناعة الإنسان أو أي جسد، أي صح 4. ويسوي كمان الاتاشمنت اللي هو يمسك في أي جسد أو سيرفيس، أي سطح.
طيب قلنا ايش السيتوبلازم؟ السيتوبلازم حاجة تسبح حوالين النواة والعضيات، تمام؟ سيتوبلازم is a semi-fluid. semi-fluid solution، سائل semi-fluid، مو مرة fluid، يعتبر semi، يعني تقدر تقوله الثيكنس حقته أو الكثافة حقته زي الجيلي أو الفازلين، يعني حاجة في الأفرج ذات تكون خفيفة، سيمي سول فلويد، يعني زي اللبن، شيء رايب شوية. composed of إيش؟ composed of water، مكون من موية ومن inorganic and organic molecules encased by a plasma membrane. مكون من موية، مكون من inorganic وorganic، أشياء غير عضوية وعضوية. محصور بمين؟ محصور بالبلازما برين، تمام؟ يقول لك DNA is found in a chromosome that coils up and is located in a region called the nucleoid. الDNA حق البكتيريا موجود على شكل كروموزوم. إيش هو الكروموزوم؟ تذكروا اللي هو كذا، تمام؟ هنا الDNA هذا ملفوف كويلد زي كده كويلد، تمام؟ وموجود located يعني موجود في منطقة يسموها النكليوت أو النكليوت. هذه طبعا خاصة بمين؟ بالبكتيريا. النكليود يحل محل النواة اللي زيها في الانيمال، تمام؟ Many bacteria also have an extra chromosomal piece of circular supercoiled DNA called a plasmid. في بكتيريا طبعا اغلب البكتيريا عندها حاجة اكسترا زيادة. ليش زيادة؟ البكتيريا احنا نعرف انه هي مرة مقاومة، صح ولا لا؟ فنسمع انه في بكتيريا مقاومة ما هي راضية تموت، شدت معاها الهرجة انه تقاوم تتطور. كيف تتطور؟ تتطور بسبب البلازمنت هذه، انه لو الدي ان اي حقها خرب عندها اكسترا كروموزومال بيس تقدر تساعد نفسها تبقي من هذه البيس، بحيث انه لو جاتها حرارة، لو جاء احد اكلها يبقى من هذه البيس وتقدر تنجو، تروح كذا تختلي في مكان وتنجو تاني تطلع. فهمتوا؟ البلازميدز are routinely used in biotechnology laboratories as vectors to transport DNA into a bacteria. البلازميد غالبا يستعملوه في البيوتكنولوجي، في التقنية الحيوية، في المختبرات as a vectors كناقل، تمام؟ عشان ناخذ دي ان اي هذه البكتيريا ونشوف نشتغل عليها، فاهمين؟ ناخذ جزء من البلازميد، لانه احنا قلنا بلازميد صح، فالبلازميد فيها كروموزوم حاجه اكسترا صح، فالاكسترا هذه نقدر ناخذها من البلازميد ونسوي فيها نطلع منها الدي ان اي الصغير، وايش نسوي؟ نحطها في بليت، يعني نشتغل عليها، تمام؟ مو بليت يعني يشتغل عليها في البايوتكنولوجي، في التقنية الحيوية، نحطها تحت أجهزة، مجاهر، مدري إيش، نبدأ نشتغل مظبوط ونقول أوكي هذه البكتيريا إيش هرجتها؟ هي ضارة نافعة؟ إيش هرجتها؟ إيش بها قاعدة تقاوم مرة؟ كله نعرفه من الدي إن إيه اللي طالع من البلازمت، أوكي؟ طيب السيتوبلازم، نكمل. السيتوبلازم فيه له كمان bacterial cell containing thousands of protein synthesizing ribosomes. الرايبوزومز حاجة قلت لكم مرة صغيرة كأنها نمش 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 thousands مليانة. الرايبوزومز هي اللي تصنع البروتين، تمام؟ والبروتين هو اللي صنع لنا مين الـ RNA. ولو في RNA معناته في DNA، لأنه RNA single DNA double. فهمتوا؟ هذه هي.
طيب مين اللي يسوي، مين المسؤول عن تصنيع الرايبوزومز؟ البروتين. في رايبوزومز، في بروتين، في ار ان اي، في دي ان اي، تمام، اللي هو الار ار ان اي. بس هذا يعني ان اكسترا يعني انفو، فاهمين علي؟ فهذه هي الرايبوزومز اللي مسؤولة عن تصنيع الار ان اي. طيب with RNA and protein in two subunit large subunits large and small. طبعا ال rRNA هذا هو، هذا شكله، عنده large subunit و small subunit، تمام. motile bacteria can move in water. الموتايل بكتيريا، احنا قلنا ان البكتيريا تتحرك صح ولا لا؟ فالحركة حقة البكتيريا في الموية تشتغل عن طريق مين؟ عن طريق تسوي عن طريق الفلاجيلا. فالفلاجيلا لو في بكتيريا معينة، اعرفوا انه هذه البكتيريا تقدر تتحرك في الموية، هذه مهمتها. فلاجيلا جمع فلاجيلم، فرد مفرد. طيب طبعا الفلاجيلا مصنوعة من ايش؟ من بروتين. مصنوعة من ايش؟ مصنوعة من بروتين. The number and location of flagella can be used to help distinguish different types of bacteria. لا طيب نقول هذه بكتيريا وهذه بكتيريا وهذه بكتيريا وهذه بكتيريا. لو قلنا هنا فلاجيلا هذه عندها واحد، البكتيريا هذه عندها فلاجيلا واحد. قلنا البكتيريا هذه عندها فلاجيلتين. البكتيريا هذه عندها 3 فلاجيلم or مو 3 يعني ملتي. لو قلنا هذه البكتيريا عندها فلاجيلم يمين ويسار، ايش عرفنا هنا؟ عرفنا انه هذه بكتيريا معينة، بكتيريا رقم واحد هذه لها اسمها طبعا، بكتيريا رقم اثنين عندها اثنين اكيد انه عندها اسم معين، يعني كل واحد من دول مختلفة، بكتيريا مختلفة لها اسم ونوع وفين تتواجد فين مكانها مدري، خلاص صارت كأنها خصائص لها traits. فنقدر نميز أنواع البكتيريا من إيش؟ من الفلاجيلا. طيب دحين جينا للإيوكاريوتيك سيلز اللي هي خلايا حقيقية النواة. الخلايا حقيقية النواة أكيد كمان عندها بلازما ميمبرين، ليه؟ عشان تقدر تفصل to separate the contents of the cell from the environment and regulate the passage of molecules in and out of the cytoplasm. نفس المهمة حقت البكتيريا، يفصل محتويات الخلية من البيئة نفسها، تمام، plus ينظم regulate the passage دخول أو ممر الجزيئات the molecules جوا وبرا السيتوبلازم، هل تدخل جوا السيتوبلازم ولا نخرجها وهكذا. مين اللي مسؤول عن البلازم ميمبرين؟ طيب the origin of eukaryotic cells، تمام، اللي هو الشكل. اوكي احس انه طاقتي شويه وقفت، ف اوقف هنا ان شاء الله عند اليوكاريوتيك سيلز، تمام، ونكمل ان شاء الله يوم ثاني بالتوفيق ان شاء الله. خذوها حبه حبه، خذوها بالايماجينيشن بالخيال، خذوها بانه اتس ا ساينس. طبعا العلم، علم الاحياء تحديدا حاجة مرة مذهلة، حاجة مرة تفتح العقول، تخليكم عاطفيين أكثر، حساسين أكثر، تفهموا الحياة، تستشعروا حولكم، تخليكم يعني واعين أكثر. الأمانة أنا بعد ما دخلت الأحياء وعيت أكثر مما كنت قبل، حكم السن أكيد، لكن في أشياء وعيت عندي لما استوعبت انه انا حولي ملايين الخلايا، استوعبت انه انا مكونة من ملايين الخلايا، انه انا جواتي اعضاء مرة كثير، انه مخي سبحان الله يشتغل
ويتكلم ويقدر يسوي كذا حاجة بنفس الوقت، إنه ربنا سبحان الله ميزنا. اكتشفت إنه كل شيء درسناه في الدين، كل شيء درسناه في القرآن اتعلمناه وإحنا صغار في الدين، واكتشفت إنه حرفيا موجود بالأحياء، والأحياء أساسا لسه ما اكتشف، يعني أشياء كثيرة ما اكتشفنا فيه، يعني حاجة الصراحة وما أتيتم من العلم إلا قليلا حرفيا، صدق الله العظيم. الأحياء مذهل 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 بشكل ما تتصوروا ما تتصوروا، في تايني ديتيلز، في أشياء مرة عميقة كذا غريبة، يعني تقولي سبحان الله كيف صارت زي كذا. مثلا يعني كمثال عشان أنهي لكم كذا وانتوا فرحانين مبسوطين، كمثال زي ما قلت لكم انه الانسان الواحد عنده 30 مليار خلية، 30 مليار تخيلين. خليني اشرح لكم هي 30 مليار، طيب نتكلم عن 30 مليار خلية حيوانية صح؟ يعني كم؟ طبعا هي حقيقية نواة، ها حقيقية نواة 30 مليار خلية، كل خلية جواتها نواة صح؟ النواة مو قلنا فيها كروموزوم صح؟ طيب الكروموزوم وفيه له دي ان اي صح؟ طيب الدي ان اي هذا زي كذا صح؟ صح؟ كبرنا صح؟ هو هذا الشكل، وانا اعذروني اكسكيوز على اكسكيوز مره اكسكيوز. المهم السلسله هذه الوحده، طبعا احنا فكينا الرولز هنا، السلسله هذه هذه كذا اللي انفتحت، تعرفوا كم طولها في الخليه الوحده، الخليه اللي اصلا ما تتشاف الا بالمجهر، المجهر اللي نكبره 40 مره، طولها يا حبايبي مترين. تعرفوا ايش يعني مترين؟ يعني سجادة، يعني طول سجادة، سجادة يعني مفرشة. ما انتم مصدقين ابحثوا والله العظيم طول الخلية اللي نشوفها بالمجهر اللي جواتها النواة اللي نشوفها بالمجهر الإلكتروني اللي تكبر 1000 مرة، جواتها مترين، حاجة خيط كذا مترين، لو قدامكم مفرشة طالعه الخلية الواحدة. طب احنا كم فينا خلية؟ احنا فينا 30 مليار مليار خلية، اضربوها 30 في مليار كم متر؟ معلش 30 في 2 كم متر؟ 60 مليار متر. طب سألتوا نفسكم يوم من الأيام كم المسافة ما بين الأرض والفضاء؟ ثلاثين مليار متر، يعني انتي بخلايا اللي عندك تروحي رايح راجعة للأرض، بس تمعنوا، يعني هذا مثال واحد من أمثلة مرة كثير في الأحياء، بس قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واستغفروا ربكم وكبروا الله أكبر، بس بالتوفيق حبايبي، وإن شاء الله نشوفكم في مناصب عالية وفيكم علم من العلم الكثير،
ومستمتعين وعايشين في حياتكم متهنيين وحامدين ربكم.